بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 51 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبركاته. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علوي سالم نادي. الأخ علوي يسأل قضيتين. القضية الأولى يقول: إذا كان الإمام وعلى يمينه رجل واحد يصلي، ثم جاء رجل آخر فلم يجنبه لكي يتأخر، فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المشروع في صلاة الجماعة أن يكون الإمام قدام المأمومين، هذا هو السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن صلوا جميعا في صف واحد وكانوا عن يمين الإمام فلا بأس بذلك، أو كان الإمام وسطهم يعني بينهم فلا بأس بذلك. يورد ذلك أيضا من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فكلا الأمرين جائز، ولكن الأفضل أن يكون المأمومون خلف الإمام، هذا هو الأفضل، سواء كانوا اثنين أو أكثر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما حكم فتح شريط القرآن الكريم بمكبرات الصوت خاصة قبل صلاة الجمعة؟ هذا غير مشروع أن يفتح شريط القرآن الكريم قبل صلاة الجمعة بالميكروفون، أو أن يأتي قارئ واحد يقرأ بالميكروفون، بل الأفضل والأحسن أن يكون الحاضرون كل يقرأ لنفسه منفردا، ومن أراد أن يصلي ويتنفل حتى يحضر الإمام فهذا أفضل، ومن جلس يقرأ القرآن أو يشتغل بذكر الله عز وجل من تسبيح وتهليل واستغفار وغير ذلك من أنواع الذكر فهذا أيضا مستحب. أما أن يقرأ واحد وهم يستمعون أو يفتح ميكروفون على شريط من القرآن الكريم فهذا غير مستحسن، لأن هذا يشغل من يريد أن يصلي ويتنفل، وكذلك يشغل من يريد أن يقرأ لنفسه، فإن كون الإنسان يقرأ لنفسه أفضل من كونه يستمع لقارئ أو لشريط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. فكون الإنسان يقرأ القرآن بنفسه أفضل من كونه يستمع لقارئ أو لشريط، وكون الإنسان قبل صلاة الجمعة يتنفل يعني يصلي صلاة نوافل حتى يحضر الإمام هذا أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يقول: تمر علي الأيام وأنا أجد لذة للطاعة وأشعر بقربي من الله، ولكن بعد مدة تختفي وأحزن لذلك، وسؤالي: كيف العمل للحفاظ على ذلك، وما هو سبب فقدها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن القلوب ساعة وساعة، أنها في بعض الساعات يكون عندها رقة ورغبة في الطاعة وخوف من الله ورجاء لثوابه، وأحيانا يأتيها شيء من الغفلة. فالقلوب لا تدوم على حالة واحدة، ولكن الإنسان يحاول، المؤمن يحاول حضار قلبه دائما مع الله سبحانه وتعالى، ويكثر من ذكر الله عز وجل، من تلاوة كتاب الله، ومن صلوات النوافل، حتى يلين قلبه
قلبه وحتى تنقاد نفسه بالطاعة والمداومة عليها وتستلذها، لأن الشيء بالاعتياد وترويض النفس، هذا هو العلاج. أن الإنسان يروض نفسه على طاعة الله وعلى ذكر الله ويكثر من ذلك حتى تعتاد ذلك نفسه وتتلذذ به، وعليه أن يتجنب الشواغل التي تشغله عن ذكر الله عز وجل ويبتعد عنها أو يقلل منها حسب إمكانه، هذا هو العلاج بإذن الله. فيكون تلذذ بطاعة الله تقرب إليه مكتسبا بطريقين أو بأحد طريقين: الطريق الأول الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من العبادة، الطريق الثاني التقلل من الشواغل التي تشغله عن ذكر الله عز وجل وتجنب المعاصي، وهذا شيء مهم. هو الثالث تجنب المعاصي لا سيما أكل الحرام، فإن ذلك يقسي القلب ويبعده عن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد عبد المنعم إبراهيم، أخونا يقول: لقد قرأت في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة أنه يحرم الذهب على النساء، وقد قرأت عدة أحاديث عن تحريم الذهب في هذا الكتاب، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب فقال: ألقيهما عن واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران. أرجو الإفادة، هل الذهب محرما على النساء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، كتاب آداب الزفاف لفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله ووفقه فيه هذا الكلام وهو تحريم الذهب المحلق، ولكن في الحقيقة أن هذا رأي شاذ خلاف ما عليه أكثر العلماء وخلاف ما تدل عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة من جواز لبس الذهب المحلق للنساء كالخواتيم والأسورة غير ذلك والقلائد. فهذا الرأي وهذه الأحاديث التي اعتمد عليها فضيلته تعتبر شاذة بالنسبة لما هو أصح منها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أكثر أهل العلم. هذا هو الصواب، أنه لا بأس على النساء أن يلبسن الذهب ويتحلين به سواء كان محلقا أو غير محلق. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، هل ناقشتم شيخنا الشيخ الألباني أو كتبتم إليه في هذا الرأي؟ نعم، ناقشه أهل العلم ممن ناقشه في كتاب مستقل فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري في كتاب عنوانه إباحة الذهب المحلق، وهو كتاب مطبوع ومتداول. وكذلك فسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ناقش هذه المسألة غير مرة من خلال هذا البرنامج وغيره، وبين الرأي الصواب في هذا. جزاكم الله خيرا. أعني ما وصل إلى الشيخ الألباني نفسه، هل تعتقدون أن تلكم المناقشة وصلت إلى الشيخ الألباني؟ يظهر والله أعلم أنها وصلت إليه. يظهر والله أعلم أنها وصلت إليه، بدليل أنه ناقش ما كتبه الشيخ إسماعيل الأنصاري. نعم، على كل حال هو كل يؤخذ من قوله ويرد إلا ما وافق الدليل، والعلماء ما زالوا يختلفون في المسائل الاجتهادية والمسائل الفقهية، ولكن الواجب اتباع ما قام عليه الدليل من أقوالهم، وقد قام الدليل كما ذكرنا على إباحة الذهب المحلق، والحق وحق ويتبع. جزاكم الله خيرا. ربما نسأل أو ربما تسألون شيخ صالح عن معنى المحلق. المحلق كالخاتم الذي على شكل حلقة والمدور من الذهب. هذا هو المحلق. كالأسورة مثلا، كالأسورة والخواتيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى سؤال آخر من أسئلة هذا المستمع الكريم، يسأل ويقول: كيف يكون سجود السهو؟ لقد رأيت بعض الناس يسجد بعد قراءة التشهد الأخير ثم يقرأ التشهد مرة أخرى ثم يسلم، كيف يكون هذا؟ هل السجود في الزيادة غير السجود في النقصان؟ أرجو الإفادة بالتفصيل، جزاكم الله خيرا. سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة الأفضل أن يكون قبل السلام، لأنه سجود جبران، وما كان سجود جبران فإنه يكون في صلب الصلاة، وإن كان عن زيادة في الصلاة من قول أو فعل فإنه يكون بعد السلام، لأنه ترغيم للشيطان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.
الله وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من جدة يقول أبو عبد الله. أبو عبد الله له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا مدرس تحفيظ في أحد المساجد وأجمع من الطلبة رسومات اشتراكية ومعلمهم بأن راتبي منها وكذلك للجوائز وبتصوير بعض الأوراق، فهل يجوز لي أن آخذ منها راتبا علما بأنني لا أستلم من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم أي مبلغ؟ الأولى والأحسن لك أن تتصل بالجمعية وأن ترتبط بها لأنها جمعية منظمة ولها منهج ولها نظام، وتدفع للمدرسين الرواتب، وهذا فيه تعاون على البر والتقوى. أما ما ذكرته من أنك تجمع من الطلاب تبرعات وتأخذ راتبك منها وتأخذ أيضا ما يحتاج إليه العمل من تصوير أوراق وغير ذلك، فهذا لا بأس به لأن هذا عرضا من المتبرعين، ولأنه يجوز لمدرس القرآن أن يأخذ في مقابل عمله أجرا من أجل أن يتفرغ لهذا العمل، يكون ما يأخذه يعينه على نفقاته وما يحتاجه حتى يتفرغ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولا سيما إذا كان المدرس منقطعا للتدريس وليس له دخل إلا هذا، فلا بأس بأخذه حينئذ لأنه إعانة على الخير، ولأنه لو لم يأخذ لم يتفرع للتدريس فيتعطل هذا الجانب المهم. ولكن الأفضل كما ذكرنا أن يرتبط بجماعة لتحفيظ القرآن لأنها تكفيه كثيرا من المؤن، وأيضا لها منهج محدد يسير عليه المدرس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرى بعض المصلين إذا صلى مكث في سجوده مدة من الوقت للدعاء، وقد تستغرق هذه المدة ما يقرب من 10 دقائق تقريبا أو تزيد، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كان هذا المصلي إماما فإنه يشرع له التخفيف ولا يطيل على المأمومين لأن هذا يشق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيتوسط بين التخفيف المخل وبين التطويل الذي يشق على المأمومين، يكون متوسطا في ذلك. أما إذا صلى فله أن يطيل ما شاء، له أن يطيل في القيام وفي الركوع وفي السجود ما شاء، لأنه حينئذ لا يشق على غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بأخينا يقول: إن هؤلاء يصلون وحدهم وليسوا أئمة. كما ذكرنا، إذا كان يصلي وحده فله أن يطيل ما شاء. جزاكم الله خيرا. يقول: في بعض المرات يغيب إمام المسجد فأتقدم بالناس فيضيق صدري ويكثر تنفسي ويثقل لساني، علما بأنني متعود على مثل هذا الموقف، ولا أدري هل هو عين أو بماذا تنصحونني؟ ودعوني بالثبات جزاكم الله خيرا. عليك بالقيام بهذا العمل وهو سد غيبة الإمام الغائب والصلاة للناس، إن لك في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأما ما تجده من بعض المشقة والتحمل فإنه يذهب بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا سيما مع كثرة الإمامة وكثرة التقدم في الإمامة فإنه يزول بإذن الله. أما إذا تمنات وإذا تأثرت بهذا فإنه يزيد عليك. أما إذا حاولت دفعه واستعنت بالله سبحانه وتعالى فإن الله يعينك ويذهبه عنك بإذن الله، هذا من الشيطان، ويذهبه الله عنك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبالعزم وعدم التردد في هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: المرسل عبد الله. أخونا يسأل سؤال فيقول: ما هو أسلوب الحياة التي لو عاش بها العبد لنجا عند لقاء ربه وفاج؟ أسلوب الحياة الذي يسعد به الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى هو الحياة المبنية على طاعة الله سبحانه وتعالى والسير على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم من أداء ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال والالتزام بآداب الشريعة الإسلامية. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فطيب الحياة إنما هو بطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي تطيب به الحياة الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. هناك مؤثر بل مؤثرات تؤثر على هذا الأسلوب القيم، فما هو توجيه فضيلتكم للناس تجاه هذا؟ ما معنى تؤثر؟ تؤثر سلبا. نعم، يعني تؤثر يعني تضعف هذا الشيء. نعم هذا شيء واقع، هو أن المؤمن قد يعتريه شيء من الغفلة ومن النقص في دينه ومن، وهذا بسبب الذنوب والمعاصي. فلا شك أن المعاصي والمخالفات تؤثر على دين المسلم، لأن هذا الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: والذين آمنوا قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الطاعات تزيد الإيمان والمعاصي تنقص الإيمان، فيجب على المسلم أن يكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يترك معصية الله، وإذا وقع في معصية عليه أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال سبحانه وتعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا شك أن الإنسان عرضة للخطأ وعرضة لوقوع المعاصي والذنوب، ولكن والحمد لله باب التوبة مفتوح، فيتوب الإنسان إلى ربه ويكثر من الحسنات وبذلك تزول سيئاته بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. قد يبتلى الإنسان بمجتمع لا يقيم بهذه القيم وزنا، هل من كذب؟ نعم، لا شك أن الجليس يؤثر على جليسه إما خيرا وإما شرا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافة الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد فيه أو تجد منه رائحة خبيثة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا شك أن المجالسة والمخالطة مؤثران على المجالس والمخالط بحسب نوعية الجلسة. قد قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، وكل قرين المقارن يقتدي. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلا شك أن الجلساء لهم تأثير على الجليس إما بخير وإما بشر، فعلى المسلم أن يختار الجلساء الصالحين وأن يبتعد كل البعد عن جلساء السوء، لأنهم يؤثرون على مجالسهم ويجرونه إلى الوقوع بما وقعوا فيه من السوء. وهذه مسألة عظيمة يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها، خصوصا إذا كثرت الفتن وكثرت المؤثرات وكثر أهل الشر، يجب أن يكون المسلم على حذر من دينه كما يكون على حذر على ماله لو كان في مجتمع لصوص، فإنه يخشى على ماله ويخاف عليه ويحافظ عليه، والدين أولى بالمحافظة وأولى بالاحتفاظ به من الضياع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مستمعي الكرام مرة أخرى، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم.